تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، افتتح سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أقيم تحت شعار الماء تجديد الحياة بمركز البحرين العالمي للمعارض. وقد أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد على أهمية معرض البحرين الدولي للحدائق وعراقته وما يحظى به من رعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، منوها باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنمية القطاع الزراعي بما يدعم الوصول إلى الأمن الغذائي المستدام. وأشاد سموه بدعم صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله للمعرض ولكافة المبادرات التي تستهدف تطوير قطاع الزراعة. وقد تفقد سموه أجنحة المعرض حيث نوه بما يشكله معرض البحرين الدولي للحدائق من منصة مهمة للترويج للاستثمار في قطاع الزراعة والتعريف بالفرص الواعدة، مشيدا بالدور الذي تبذله المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل تطوير المعرض وإبراز جهود مملكة البحرين في جعل الزراعة كأحد المقومات الأساسية للتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة. هذا وتفضل سموه بتكريم الفائزين بمسابقة نادي البحرين للحدائق، حيث فازت السيدة جليلة سيد مهدي بكأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في فئة الحدائق، ودلال سامي بكأس المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عن فئة الزهور وعن فئة الخضروات. كما فاز السيد فواز حمدان بكأس صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن فئة التصوير الفوتوغرافي للمحترفين، والسيدة عصمة أحمد عن فئة الهواة، والسيد أريكس سوني عن فئة الطلبة. فيما توجت السيدة بيثن روبنسون بكأس سمو الشيخة هيا بنت محمد آل خليفة لأفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة. الجدير بالذكر أنه يشارك في هذا العام أكثر من 176 عارضاً بتصاميمهم ومنتجاتهم وتقنياتهم وابتكاراتهم على مساحة تبلغ 18,000 متر مربع، ويحتضن المعرض جناحاً لسوق المزارعين البحرينيين حيث سيتم تخصيص مساحة عرض للفائزين بمحور أفضل مزارع بحريني بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في الدورة الثالثة، بالإضافة إلى مساحات أخرى ستخصص 12 مزارعاً بحرينياً لعرض منتوجاتهم المحلية المتنوعة والمتميزة، وذلك بهدف تشجيع المزارعين ودعم المنتج المحلي وإيجاد منافذ تسويقية مختلفة لهم. كما يعود جناح حديقة خلاصي بحلة جديدة حيث يضم عدداً كبيراً من الأنشطة والألعاب الترفيهية والورش التعليمية والتوعوية ذات العلاقة بالمياه، وذلك بهدف نشر الثقافة بين الأطفال والعمل على غرس الاتجاهات الإيجابية نحو الماء وكيفية المحافظة عليه. ويسلط المعرض الذي يفتتح أبوابه للجمهور خلال الفترة من 9 إلى 12 من مارس الجاري الضوء على كافة التقنيات الزراعية التي تسهم في تنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، فضلا عن استعراض مجموعة من المنتجات والحلول والابتكارات الزراعية التي تقدمها كبرى الشركات المحلية والخارجية التي تشارك في هذا الحدث الهام. تقنيات مبتكرة، منتجات متنوعة يقدمها معرض البحرين الدولي للحدائق بمشاركة 176 مشاركا من البحرين وخارجها، يطرحون تجاربهم المتميزة في مجال الزراعة والتشجير. في هذا المعرض يدعم جهود الدولة في التنمية الزراعية وزيارة الرقعة الخضراء والتعريف بأفضل الممارسات. اختيار هذا الشعار الماء سر الحياة يعكس أهمية المياه في الزراعة والمحافظة عليها واستخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا. قمنا في مجلس التعليم العالي بعدد من المبادرات، اجتمعنا مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
وقمنا بالمساهمة في الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء، حيث قاموا مؤسسات التعليم العالي بالمشاركة في هذه الحملة المهمة جدا. ما أسعدنا اليوم هو الأفكار الخلاقة في تحويل تقنيات معروفة في مملكة عالميا اليوم وجذبة إلى البحرين في مجال الري، في مجال الزراعة. وبالطبع البحرين عندها من أفضل مصانع إنتاج الأسمدة في العالم. جملة من الأهداف التي ينطلق بها هذا المعرض السنوي والذي جاء تحت شعار الماء تجديد الحياة، حيث تم التركيز على أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها لضمان استدامتها. وعلى الجانب الآخر، لم يغفل المشاركون في هذا الحدث السنوي عن تسليط الضوء على كافة الطرق الحديثة والمتطورة في الزراعة. هو عنصر الحياة وهو الشاغل لدول العالم كلها، الفقيرة والغنية كلها شغل وشاغل، لأنه هو سبب الأمن الغذائي. ويجب إحنا كدول مجلس التعاون التعاون نسوي وحدة للحفاظ وكيفية الاستفادة من كل قطرة مياه. والله إحنا نفرح بوجودنا في المعرض، لأن هي فرصة لنا أولاً نشوف كل المزارعين مع بعض، والشيء الثاني أهمية المعرض يوصلنا حق الشعب البحريني بطريقة مباشرة. بالنسبة للمشروع الجديد اللي تم تدشينه في هذه المعرضة هو الأغص النباتي اللي تم الانتهاء منه في فبراير 2023، وهو يبين أنواع النباتات الموجودة في مملكة البحرين بأنواعها وبتقسيماتها. جيت على البحرين وخصوصي لأشوف المعرض، بس الصراحة تنظيم حلو ممتاز، التشكيلة كذلك، يعني مو بس للبحرين أو الشركات البحرينية لكن في شركات أجنبية مشاركين، فهذا يعطي ثراء للمكان. على مدار 4 أيام رواد المعرض على موعد مع جملة من المحاضرات التثقيفية والبرامج التوعوية، بالإضافة إلى التعرف على أهم المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية والخارجية، فضلاً عن خلق فرص استثمارية وتجارية للمشاركين في المعرض. يعد معرض البحرين الدولي للحدائق محطة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التجارب والتقنيات والابتكارات الزراعية التي تساهم في تنمية مهارات ومعارف المهتمين بقطاع البستنة والزراعة من زوار ومشاركين من داخل المملكة وخارجها. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.